يعني على هذاك التوضيح الناس اللي خرجوا بهذا التوضيح هذاك مسخوط الوالدين ماشي مسخوط الوالدين كان كيهز مو على ظهرها ماتت الله يرحمها هذه واحد الخمس سنين ولا هذا كيهزها ويركبها وكيهبطها كدير دياليز وكان عنده غير هو كيهزها ويخلي حتى عنده خواتاته ما كيخليهمش يقربوا لها هو اللي كان بار بها هو اللي كان مقرب لها بعض الاصدقاء ديالو قال لك الدري كان كويري ولا عاد اش غنقول لك راه مش غادي نقول لك راه عمره ما كما هو راه هو باقي حي دابا سيروا ديروا ليه التحاليل واش كيكمي ولا ما كيكمي ما كيكميش حتى الفينيد خرجوا لي تبون ما كيشربوش كيقول لكم انتم اللي مرض انا ماشي مريض وهو مسكين تعزم مع 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 الام ديالو نعازل مع العائله ومع الاصدقاء ومع مع الحي كامل كيمشي نيشان وكيجي نيشان ما كيدور لا هك ولا وما كياكل الماكله حتى ديال شي واحد واخا واش هادشي طرا ليه من بعد الزواج ديال العائله لا 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 من ورا الموت ديال الام ديالو وتزوج وتزوج واحد العامين من الاحسن دوز واحد العامين من داك ومرته الله يعمرها دا تصور طلقها وما دعاتوش لا على الصاير لا والو كاين شي واحد يدير اكثر من هادشي ولدو هو دا مرته داها للسبيطار وحطها للسبيطار الحسني من تما زاد ما بقاش شافو لا بياض ولا هذا كبير ولا صغير دابا من اربع سنين هادي شنو الميساج اللي توجه للدراري ديال ولاد السيد الخدير ولاد السيد الخدير الا ما كيعرفوش شي حاجه كيديو الذنب ديال شي واحد وكيخليوه يخرج في شي حوايج اللي ما يحمدوا عقباها انت هما معامله مزيانه ما كاينش شي حاجه اللي بيناتهم والدين ما كتعطى المخدرات لا والو الانسان كيصلي انسان مزيان كنقول لهم اطيب خلق الله ولكن هادشي اللي وقع طبيعه الحال طبيعه الحال الطب كيتحمل مسؤوليه لا يعقل بان انسان كما كيقول مخ العقلي وما كنرسلوش للمستشفى باش ياخذ العلاجات ديالو كنعطوه كنعملوا لوردونس وكيمشي وكنصيفطوا للدار ديالو راه ما يمكنش راه حتى هاد الناس هادو كيتحمل مسؤوليه كنقولش طبيعه الحال انا كنقول بان هاد الشاب هذا راه مشى خاص باليد ديالو انا متفق معاك المكان ديالو ماشي البيت المكان ديالو هو المستشفى المكان ديال هاد الناس مخ العقلي خصو المكان ديال المستشفى شكرا جزيلا وكنوجه واحد النداء الناس المنتخبين خصهم يديروا واحد الالتفاته في الاحياء وبالاخص سيد الخادير راه مقصي عنده صوره خايبه عند الناس يعني عنده صوره خايبه وي سيد الخادير راه انا كنتمنى سيد الخادير ماشي نقطه سوداء وكنعاونك راه ماشي نقطه سوداء سيد الخادير في طاقات وفي الشباب تخرجوا منه قضاة تخرجوا منه محامون تخرجوا من بزاف د الحوايج إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masanktv.ma